بعد إعلان بلدية قسنطينة بوجود عدة منابع في الولاية غير صالحة للشرب وحذرت المواطنين من استغلالها وذلك بحي سيدي مبروك، تنقل تلفزيون النهار إلى عين المكان ورصد انطباعات مختلفة للسكان حول هذه المنابع التي استغلت لعدة سنوات وما زال يستفيد منها البعض. شمس الدين تامن رصد التالي. العين هذه عندها من لي زاني 30 ولا من لي زاني 30 والعين هذه كاينه، كان الكارد موبيل هذا كانوا يشربوا منها يسقيو منها كلش منها. درك عندها لي 14 هكذاك ملي نقصت خلاص، كان الغاشي هنا يشرب منها يشربوا منها السعيه تاعهم كلش تاعهم، درك نقصتها جبد الغاشي منها. هذه حنا نشربوا منها من بكري قبل ما تكون العين وقبل ما يكونوا لي نفطرصوا تاع العيون، وعمره واحد شكا منها ولا حاجه. مازالو حتى لدوك لا ديرنيير فوا صراتين كوبير دو، بها هي اللي صوفتنا، هي اللي بغينا نعمرو منها وشربنا منها وما صرالنا والو. واش هي دوك حنا ما نعرضوش التحاليل كي تجي تاع السياك ولا جيو تاع لابوراتوار يحلو، ما نقدروش نقول لهم انا تعرف خير عليهم نعرف خير عليهم. كاين لابوراتوار كاين تحاليل بروفاو باللي ان نون بوطابل، حيت المنابع هادو اللي قدامنا هذه عين مساوى وعين الروابع هادو من نهار ان شاء الله عاد الماء عندنا 24 سير 24 عندنا ما نشربوش منهم نهائيا. اي مده تاع 5 سنين والله هذيك عندنا ما شربوش 10 سنين.